أنا محمود وحيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان. فكرة معانا لإنقاذ إنسان جت لما شوفنا مسن مشرد في الشارع وحاولنا إن احنا نساعده، ولقينا إن مفيش أي مكان في مصر بيساعد الحالات دي، فقررنا إن احنا نعمل لهم مكان يقويهم ويساعدهم ويعيشوا فيه حياة كريمة. مفيش شروط لأي مشرد، إن هو طالما هو الشرط الوحيد إن هو يكون مشرد، فريق الإنقاذ بينزل يعمل بحث حالة، ولو تأكدنا إن هو مشرد مش متسول بيكون ده مكانه وده بيته والمكان ده معمول عشانه. ايه الصعوبات اللي بتواجهوها وانتوا بتجيبوها؟ بيقابلنا صعوبات كتير، بيقابلنا حالات بتبقى خايفة مننا، لازم ان احنا نطمنهم ونحسسهم ان احنا بنعمل ده لمصلحتهم. بيقابلنا مشاكل مع الجهات، لان الحالات اللي احنا بننقذها من الشارع ما بيكونش معاها اي اوراق ثبوتية، بطاقة او اي اثبات شخصية، فدي حاجة طبعا صعبة عشان ندخله مستشفى عشان نعمل له عملية. احنا بيقابلنا في الشارع 3 انواع من المشردين. اول نوع هو المشرد اللي هو لا حول له ولا قوة، وحد الظروف الاقتصادية او الظروف الاجتماعية اضطرته ان هو يقعد في الشارع، فده بناخده على طول اول ما بنعمل بحث الحالة ليه. تاني نوع هو المريض النفسي. المريض النفسي ده بينقسم لقسمين، قسم عنيف وقسم غير عنيف، هادي ومطيع. القسم العنيف احنا ما نقدرش نتعامل بيه لان احنا مش مجهزين لده، او مش مستشفى صحة نفسية، احنا دار ايواء، فما بنقدرش ان احنا ناخده، بنخدمه في الشارع. اخر قسم بقى وهو ده اللي مش تبعنا، اللي هو المتسولين. احنا الهيكل الوظيفي بتاعنا فيه اطباء، في اخصائيين اجتماعيين، اخصائيين نفسيين، في تمريض، في عمال. الحالات اللي عندنا بتحتاج رعاية 24 ساعة، بنحاول على قد ما نقدر نديهم الرعاية الكافية، بنعوضهم عن اللي هم شافوه في الشارع لأن هم ما شافوش في الشارع شوية. مدحت قعدنا فترة كبيرة جدا عشان نحاول نقنعه ان هو يجي معانا. هو كان مشرد في منطقة العباسية. هو قبل ما يبقى مشرد هو كان مدرس موسيقى في مدرسة برضو في منطقة العباسية، وكان بني آدم طبيعي جدا. حصل ليه صدمة نفسية بسبب وفاة والدته، هي اللي أدت بيه إن هو يبقى في الشارع بالشكل ده. محمد السكري ده كان موجود مشرد في منطقة المرج، يعني بقاله فترة كبيرة جدا، والناس هناك بتعطف عليه، بتحاول تديله أكل، بتحاول تساعده. هو عنده متلازمة داون، وما نعرفلوش أهل ولا نعرف ليه أي قصة، غير إن هو بقاله سنين في الشارع بالشكل ده، والناس بتاعت المنطقة بتحاول تساعده. طبعا أهل المنطقة بلغونا إن هو بيبات في الشارع، والجو كان صعب جدا عليه. علي من منطقة شبرا، برضو كان من أسرة يعني ميسورة الحال، وكان لي أخ معيد في الجامعة، وللأسف أخوه وهو رايح الشغل بتاعه، لأن هو كان في جامعة المنيا وهو رايح الشغل بتاعه، حصل ليه حادث قطار وتوفى، ومن هنا علي بدأ حالته تسوء. مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان ليها هدف، الهدف ده إن احنا تبقى مصر خالية من المشردين.